سلام صديقتي الغالية، إن شاء الله دائما في تمام الصحة والعافية. تشكيلة من الكيمونو باللمسة مغربية، كما كنعرفوا العديد من النساء كتفضل ارتداء الكيمونو في إطلالتها اليومية، لأنه كيوفر واحد الراحة وواحد الأسلوب مميز في الزي ديال كل سيدة. كنتمنى صديقتي أن الموديلات ديال اليوم إن شاء الله يعجبوكم، موديلات متنوعة مختلفة. غادي ندوزو صديقتي باش نشوفوا هاد التشكيلة الجد رائعة اللي كنتمنى أنها تعجبكم. فكيما كتلاحظوا معايا الكيمونو اللي عندنا داخل فيه موبرا حرير والدونتيل، موديل اللي اكثر من رائع. فكيما كنعرفوا الكيمونو كيمكن لينا نسقوه في اللباس مع السراول، مع الكسيوات، مع الصايات، لانه هو عملي وكيضيف واحد اللمسه خاصه لكل سيده كتلبسه. وهنا كما كتلاحظوا معايا عندنا موديل ديال الكيمونو بالدونتيل اللي كيجي خفيف، كيلاق الفصل الصيف، اللوينات ديالو رائعه، كيجي بعقادي هابط بالعقادي ملونين رائعين كيناسبوا فصل الصيف. مجموعه مختلفه، مجموعه اللي غادي تشوفوا معايا ديال اليوم كتضم تطريزات وايضا اشكال عديده كتسمح لكل سيدة أنها تختار اللي يناسبها والميول ديال كل امرأة. كما كتلاحظوا هذا الموديل أيضا خفيف الفصل الصيف، موديل رائع جدا. أيضا هذا الموديل اللي كيجي بطريزة في الجنب كما كتلاحظوا، هذا الموديل اللي كيجي بزواق المعلم، قطع أكثر من رائعة. كنتمنى أنها تعجبكم وتستوحيوا الإطلالة ديالكم من خلال هذا الروائع. أيضا الموديلات ديال التنبات حاضرين معنا في هذه المجموعة، غادي تشوفوا عدة موديلات بالتنبات كما كتلاحظوا معايا في الطول اللي مختلف، كاين اللي قصار طوال على حسب الرغبة ديال كل سيدة والميول ديال كل سيدة. فكما كنعرفوا هذه القطعة الكيمونو ولات قطعة ضرورية، قطعة اللي كتلبس عدة لبسات، كبحال دابا كيكون عندنا كيمونو بحال هاد الشكل كنلبسو مع كسيوات، مع صايات، سراول، مع قفيطنات، فعديد الاستعمالات. كنتمنى ان شاء الله ان هاد المجموعة تروقكم وتعجبكم وتستوحوا الإطلالة ديالكم من خلال هاد الروائع. مجموعة جد أنيقة، مجموعة جد فخمة. كنتمنى دائما انني نكون عند حسن الظن ديالكم في الاختيارات. فبالنسبه للاخوات اللي اول مره كيشوفوا القناه، كنتمنى انكم ترجعوا الفيديوهات السابقه بالنسبه للكيمونو، كاينين موديلات رائعه رائعه جدا فيك اللي حطيتهم على القناه. وبالنسبه للاخوات ايضا الجدد، فكنتمنى الى عجبتكم القناه انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على القناه. كنشكركم جزيل الشكر، غادي نخليكم تكملوا هذا الفيديو اللي جد جد رائع ومتنوع اللي كنتمنى انه يعجبكم. والى عجبكم يمكن لكم تعبروا على الاعجاب ديالكم من خلال اللايكات، من خلال التعاليق اللي كنفرح بها بزاف، وكنشكر اي واحد كياخذ من وقته وكيخلي لي تعليق. كنشكركم جزيل الشكر، فرجة ممتعة.